التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، والتحيه متجدده بحضراتكم. يسير شوطنا الثاني عشر الخاص بالجعدان، نتابع المقدمه والبدايه الاولى، وهنا ازعاج عبد الله بن علي بن سعيد العويسي يحتل المقدمه والمركز الاول، بينما ياتي الشهم سعيد بن محمد بن سلطان العويسي ابو عيسى متواجدا بانطلاقه الشهم على المركز الثاني، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث هذا الذيب سلطان بن عبد الله بن سعيد اليعفري، والمركز الرابع راهي عبد الله بن علي بن سعيد العويسي، والمركز الخامس شوف لي هنا اللي قادم اللي واصل الان هذا ولد متعب حثلين بن عبد الله بن سبعان بن حثلين اللي قادم الان في المركز الخامس. هذه هي النتيجه والنداء للخمسه المراكز الاولى، لكن العوده الى المقدمه الى المركز الاول، وهنا على البدايه على المقدمه الذيب سلطان بن عبد الله بن سعيد اليعفري على مقدمه الشوط، شعار ابو زايد يحتل المقدمه، لكن الشهم على المركز الثاني، ياتي سعيد بن محمد بن سلطان العويسي قادم ليبحث عن هذا الشوط بالفعل، بينما في المركز الثالث شعار بن حثلين، لكن عوده الى مقدمه الشوط الى المركز الاول. ما شاء الله الذيب الذيب الذيب، هذا هو الذيب بشعار سلطان بن عبد الله اليعفري، وسلام لاهالي الاشخره، سلام لاهالي الاشخره في السلطنه، تهانينا لابو زايد على هذا الفوز والانتصار، مشكور يا ابو زايد على هذا الفوز، وتهانينا ليمعى بن سعيد اليعفري المشرف لهذه العزبه، تهانينا. والناموس المركز الثاني متابعين الأعزاء، أيضا وصل الشهم لسعيد بن محمد بن سلطان العويسي المركز الثالث، المركز الثالث وصل متابعين الكرام، كان الوصول أيضا من أيضا العصوف رامز بن محمد بن سلطان العويسي. هذه مراكزنا متابعين الكرام، تهانينا والناموس لسلطان بن عبد الله بن سعيد اليعفري على فوز. أيضا متابعين الكرام، تهانينا لعلى فوز الذيب وانتزاع اهالي ناموس هذا الشوط، توقيته الزمني دقيقتين وتسع، تهانينا والناموس لعلى هذا الفوز والانتصار.